الكرام، للنجاح فرحة ترتسم على وجوه الخريجين بعد عناء عام دراسي كامل. وفي هذا السياق أقام المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة احتفالية تكريمية للطلبة الخريجين في العام الدراسي 2015-2016، وذلك تحت رعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى. نتابع معا. تحت رعاية وبحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، وبمشاركة أعضاء مجلس الأمة نائب رئيس البرلمان العربي النائب محمد الجبري والنائب فيصل الكندري والنائب الدكتور محمد الهادي الحويلة والنائب عبد الله التميمي وأساتذة الجامعات المصرية وأولياء أمور الطلبة الخريجين، أقام المكتب الثقافي بالقاهرة حفل الخريجين للعام الدراسي 2015-2016 تزامنا مع عيده الماسي ومرور 70 عاما على إنشائه. الكويت منتظرة شبابها لأخذ مسيرة برامج التنمية. لدى الكويت برامج تنمية طويلة المدى، ونتمنى من شبابنا أن يأخذوا زمام الأمور سواء خصوصا في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في اعمالهم داخل الكويت ان شاء الله. كم حنا سعداء بتخريج كوكبه كبيره من ابنائنا واخواننا الطلبه والطالبات، وهذا اتى نتيجه جهد كبير، وقطفوا ثمار هذا الجهد الكبير المبارك. سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه الشيخ صباح الحمد لله جابر الصباح، وسمو ولي عهد والقيادة السياسية في الكويت لا تألو جهدا إلا أن تدعم يعني هذه الاحتفالات وأيضا تخريج الطلبة وحل أي مشكلة يعني تعيق أي طالب كويتي في الخارج. وتأتي الاحتفالية تكريما للطلاب لما بذلوه من جهد علمي وتحصيل دراسي وتحملوا البعد عن الوطن والأهل ليحصلوا على أعلى الدرجات العلمية من التخصصات العلمية النادرة، ليتحصنوا بالعلم والمعرفة ليشاركوا في بناء وطنهم الكويت. رسالتي لأخواني وأخواتي الطلبة، أنتم اليوم خريجين حصلتوا على درجة علمية سواء يعني على مستوى بكالوريوس أو لسانس أو دراسات عليا، هذا اليوم حصلتوا على درجة علمية، ولكن بلدكم تنتظر منكم أكثر من هذا الشيء، تنتظر عطائكم. أهدي هذه شهادتي وعسى إن شاء الله يا رب تكون أود حق كل خيرها حق دولة الكويت، وأهديها حق حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الله يطول بعمره إن شاء الله ولي عهد الشيخ نواف، وأهدي شهادتي حق روح والدتي رحمة الله عليها وإلى أبوي وعمامي، حق كل شخص ساندني من أول يوم دراسة. أهدي التخرج هذا للكويت، دولة الكويت اللي راح تفرح إن شاء الله بتخرجنا، وان شاء الله ان ننتج ونقدم شيء للبلد، وهذه تخرج لاهلي واخواني وكل اللي اعرفهم كل الكويتيين ان شاء الله. احب اهدي التخريج حق اخوي واهلي وان شاء الله وحق كل الناس اللي يعزون علي، وان شاء الله بتوافق حق كل الطلبه الموجودين بمصر. حققوا تفوقا دراسيا باهرا فاستحقوا عليه الثناء والتقدير، فكانوا خير سفراء لوطنهم الكويت، مؤكدين على عودتهم للوطن المعطاء ليردوا العطاء بالبناء. دينا بدر، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.